لا معلش ما حدش يزعل مني. اتفضل. ما يمكن انتوا كلعيبه مرتاحين بالحكايه دي؟ لا طبعا بالعكس، مش ذنبنا جزء من المؤامره. لا هقول لك، مش خالص والله، ده احنا بالعكس ده الضغط كله علينا. الارتباط بالموضوع ده يمكن بعد كل بطوله نادي الزمالك بياخدها، تاني يوم تلاقي المجلس اتحل، ابدا عيد من جديد. طب اهو ايوه، ما انا بقول لك صح، هو بيتكلم في فكره المؤامره. لا مش مؤامره، بس دي وقائع والله. ما انت اللي قول لي. لا ما هي حاجه، دي حاجات حقيقه ولا هي بتحصل ولا ما بتحصلش؟ تمام. ان انت النهارده الزمالك بياخد بطوله، تاني يوم تلاقي في مشكله في النادي، النادي الزمالك ما خدش بطوله، بتحس ان الدنيا كويسه. طب ايه التناقض ده بقى؟ طب بالمناسبه الانتخابات يوم 19 نوفمبر، ده بالنسبه لكم ده خبر؟ ايوه انتخابات مجلس اداره النادي يوم 19 نوفمبر، هل ده بالنسبه لك مشكله؟ لا احنا بالنسبه لنا، احنا كلاعب الموضوع كان ممكن ياخد مننا في فتره من الفترات، لكن البطولات اللي على المدى الطويل دي لا، احنا لسه قدامنا فتره نجهز فيها ونركز فيها ونشتغل عليه بطوله جايه ان شاء الله. فانا شايف ان كمان المجموعه اللاعيبه اللي موجوده جوه النادي دي، يمكن احنا بقى لنا يعني على التجميعه دي ما حصلت قعدنا 3 4 سنين. مجموعه اللاعيبه دي يعني وجمهور نادي الزمالك بقى عنده من يعني طبعا ان احنا كل بطوله بندخلها النادي، لا فرقه الزمالك الكواليتي بتاعها. مدحت صالح قال لك الفرق البايخ اللي عايزين نلغيه، وعم صلاح قال لك ايه؟ عايزين بطوله، عايزين نكرر البطوله دي سنتين ثلاثه كمان. لا انا هحكي لك موقف، احنا كنا في اسكندريه بنلعب ماتش نهائي الكونفدراليه وكسبنا البطوله، وانا مروح واحد قابلني في الجمهور بتاع النادي بيقول لي يا كابتن ننسى، احنا عايزين البطوله اللي جايه. فجمهورنا شايف ان الكواليتي بتاع اللعيبه اللي موجود الكواليتي بتاع اللعيبه اللي موجود، الراجل عايز يحس باللي بيحس بيه مشجع التاني للناحيه الثانيه الاهلاوي. لا جمهورنا ما يقارنش باي حد، يعني انا بقول لك ان جمهور في بدايه اللقاء انا مش قصدي اقارن ولا حاجه، انا بتكلم في الاخر انت هتلبسني في حيط. لا 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 بس جمهور، بس في جمهور هو الاهلاوي والزملكاوي لما بيقعدوا مع بعض بيقارنوا ايه؟ بيقارنوا بطولات صح؟ اي اثنين بتوع كوره، اي بتوع كوره لما يقعدوا مع بعض هيتكلموا هو اصله الطبيعي، يعني هو اصله ليفربول عمل مع مانشستر مش عارف ايه، ولا هيكلموا انا واخد الدوري ده كام مره وانت واخد الدوري ده كام مره، انا نهيت مركز كذا وانت نهيت مركز كذا. انا هنا بتكلم سياسه بقى، دي حاجه بالمنطق يعني. ماشي ماشي، بس الزملكاوي ما بيردش كده. ممكن يكون مثلا اهلاوي مثلا وحد تاني، الزملكاوي بيرد بالحب، بيحب النادي قد ايه، ورا النادي لو ما خدش بطولات خالص. بالظبط، مش منطق الزملكاوي ده اللي احنا كنا بنقوله قبل ما انت تنورنا عشان انت جيت متاخر. معلش بس انا بقول لحضرتك، انا قلت كده في المقدمه الزملكاوي غير والله. لا لا ما هو انت بتتكلم على بالمنطق، انا بكلمك بالمنطق، انت بتتكلم بالعواطف. ايوه ما انا بكلمك حضرتك، لو انت بتقول واحد اهلاوي وواحد زملكاوي، لا استبعد الزملكاوي. ما انت عواطفك دي مش تاء زي عم صلاح. احنا كده والله، احنا ايه، احنا غاويين نخسر، احنا او مرتاحين في وضع ان احنا بناخد دوري كل سنتين.